نعم. يقول: أريد أن أدعو لصديقي الذي مات. فضيلة الشيخ، في صلاتي وأنا في الصلاة في السجود، هل أذكر الاسم؟ هل يجوز ذكر اسمه؟ نعم يجوز هذا، اللهم اغفر لفلان، اللهم نعم لا بأس. الشعور بالذنب يا شيخ، هل يكفي عند التوبة؟ وهل تقبل التوبة؟ التوبة لها 3 شروط، أولا ترك الذنب، نعم. ترك الذنب تائبا إلى الله عز وجل منه، الثانية العزم ألا يعود إليه، ولا تكون توبة مؤقتة وإنما توبة دائمة ألا يعود إليه، والثالث الندم على ما فات وعلى ما حصل منه. نعم.